اطار التعاون ما بين الجامعه وما بين وزاره الشباب والرياضه في دعم انديه الفتاه، نساهم بمجموعه من التصميمات اللي تقدر تمكنهم من هم يبقى ليهم فرص عمل. المفروض ان الطلبه عندنا بتحاول تساعد مدربين في نوادي الفتيات ان هم يوصلوا لتصميمات تواكب العصر اللي احنا فيه، والنهارده هنعمل كولابوريشن معاهم ونوريهم ازاي يبتدوا يطوروا من الصناعات التراثيه بتاعتنا وازاي يقدموها بطريقه كرافتي او ترندي اكتر للمجتمع. الكرافت اللي اشتغلنا عليهم هو خياميه والصدف والكروشيه والجلد والنحاس، اخترناهم علشان دول اكتر حاجات موجوده في الماركت. البروجكت ده هو بي ماستر بروجكت بتاعنا، فاللي احنا عملناه عشان نبتدي بروجكت بتاعنا ان احنا نزلنا شفنا ورش الجلد وشفنا الطرق التصنيع الموجوده، وبعدين اخذنا الهام من الحضاره الفرعونيه بالذات اللوتس فلاور وعملنا لها باترنز انسبايرد باي ات تبقى حاجه سيمبل وبسيطه. هدفنا دلوقتي في البروجكت ده ان احنا نشتغل بالنحاس، فشغلنا بالنحاس متوحور مع حاجتين، ان احنا نشتغل ب سيرفس نحاس او الاسلاك النحاس. احنا البروجكت بتاعنا عن الكروشيه عن الكرافت نفسها، فبدانا البروجكت بريسيرش عن الكروشيه في مصر عامل ازاي وايه الادفانتجز والديس ادفانتجز في الماركت عشان نعمل بروجكت جديد مختلف مش موجود لسه في الماركت. عم بعمل اباجوره يعني لايتنج يونت وكده، وكان البروسيس ان احنا بقى ايه عنا نشوف حاجات تخليها كالتشرال وحاجات تخليها تبان فيها كده جمال الماتيريال نفسه اللي احنا بنستخدمه. المفروض احنا موجودين النهارده في الجامعه الالمانيه بنقابل مجموعه من طلاب كليه فنون تطبيقيه، لقينا شغل حلو جدا مضيفين عليه لمسات جديده احنا اول مره نتعرض ليها في شغلنا، كان في افكار جديده حلوه ثمره حلوه بالنسبه ان هم هيبتدوا لسه على بدايه الطريق. اليوم كان جميل جدا واتمنى يعني يكون في شغل ما بيننا الفتره الجايه كلنا.